اختنا الفاضله برضو بتسال الست ام محمود عن الورد. قبل ما نجاوب على سؤال الست ام احمد، يجوز ان انا اجيب وردي لا من الليله قبلها لو انا متشكك ان انا عشان مش عايزه اقطع نظامي في الورد، او لما ارجع مفيش مشكله، المهم اقضي الشيء اللي انا كنت بحب انا اجيبه، الاوراد بتاعتي حبيت من الليله او لما اعود الى المنزل، ما يتراءى لك يجوز على هذا الحال او ذلك الحال يا اختنا يا صاحبه السؤال. ست ام احمد متوضئه لصلاه الفجر وخرج من الانف بعض او قليل من الدم، فهي بتقول هل هذا يعني يفسد الوضوء؟ هو نزول الدم من الانف لا يفسد الوضوء، لانه نزول يسير، النزول اليسير القليل ده لا ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء، يعني من المالكيه والشافعيه والحنابله، يعني هو من المعفو عنه.